إلى الرياضة، حيث فازت الأوكرانية يانا بيلوموينا ببطولة كأس العالم لرياضة ركوب الدراجات الجبلية التي جرت في إيطاليا. حلت الأوكرانية ثانية في السباق، لكن نتيجة جميع المراحل دفعتها نحو الصدارة لتتقدم على منافستها البولندية مايا بولوسوزكو. يانا بيلوموينا البالغة من العمر 24 عاما كانت قد فازت ببطولة أوروبا لرياضة الدراجات الجبلية التي نظمت في كندا.